كان هناك مبادرات إيجابية كثيرة من أشخاص لم نكن نتوقع أنهم يلتفتوا إلى هذا. من أوائل الناس اللي عملت ده رابطة تجار السيارات، وكانت بادرة طيبة جدا أطلقها الأستاذ أسامة أبو المجد رئيس الرابطة، وأتت أكلها بسرعة شديدة جدا وما زلنا ننتظر. أهلا وسهلا أستاذ أسامة. أهلا بك خيري بجمهورك الكريم. أهلا بك، أنا أحييك جدا. أنا متابع الحملة منذ أول يوم أطلقتها، وأعلنت أن أنتم محتاجين تجمعوا 5 ملايين جنيه، وشفت أن حتى الحمد لله في وقت قصير جدا أنت وشركائك وزملائك أهل الخير والمحبة للوطن ول57 قدرتوا تجمعوا مبلغ كبير. ممكن تقول لي ردود الفعل وعملتوا إيه ووصلتوا لكام؟ الحمد لله رب العالمين. احنا اطلقنا الحمله امبارح، احنا في 24 ساعه الحمد لله وصلنا ل 7 مليون ما شاء الله. كنا حاطين تارجت، كنا حاطين تارجت ان احنا نوصل 5 مليون، ومع وجود يعني كل منسوب الرابطه، عايز اقول لحضرتك تجار بمجرد ما اعلنا على الحمله انا فوجئت ب يعني انا حطيت 5 مليون وما كنتش متوقع ان احنا نوصل لهذا الرقم بسهوله. يعني عايز اقول لحضرتك انا فوجئت، الخير موجود زي ما قال سيدنا النبي الخير امتي ليوم الدين. فعلا الله اكبر الله اكبر، حاجه سعيده جدا وشعور. والناس اللي بتكلمني والناس اللي بتبعت، احنا طبعا كل التجار بنقول لهم يا جماعه هيتعمل شيكات مقفوله مغلقه باسم المستشفى، والمستشفى طبعا ان حتى تبرعاتها قلت، التشغيل نفسه زاد، لان انت عارف حضرتك مشكله الدولار دي طالت كل طبعا شيء. طبعا اصعب حاجه في الدنيا، اصعب حاجه في الدنيا ان المريض بيعاني وبيقل وما فيش علاج او ما فيش مصاريف هذا العلاج. انا اعلم مريض السرطان علاجه مكلف جدا جدا جدا، وكل منسوب الرابطه من تجار واهل الخير والخير موجود فيهم. ورابطه تجار سيارات مصر تجمع قامات كبيره جدا عندنا كل المستويات، من يملكوا او من لديهم دكتوراه في الاقتصاد، وعندنا مستشارين وعندنا دكاتره وعندنا كل طوائف الشعب موجوده في رابطه تجار سيارات مصر، كلهم على قلب رجل واحد، كلهم عندهم هدف واحد. عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا مؤتمر كنا بنعد ليه، احنا سيبنا دلوقتي المؤتمر خالص وهنأجله، واحنا هدفنا دلوقتي هي ربنا يكرمكم انقاذ هذه المستشفى. والله يا فندم هقول لحضرتك على حاجه تنبهر بيها، احنا تجار السيارات بتمر باصعب وقت بيمر على قطاع السيارات، يمكن صحيح طبعا بيع، وانت تعلم ان البيع متوقف، ومع ذلك الخير اللي موجود في قلوب تجار السيارات، مش التجار بس، اقول لحضرتك حتى بائع السيارات والله العظيم جمعوا مبالغ زهيده، جمعوا مبلغ يمكن بسيط وانضموا وحبوا يشاركوا في 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 هذه المبادره الطيبه، لان الاطفال اللي عندهم سرطان دول يعني 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 فعلا يكفي ان احنا ان هم طبعا بيعانوا من هذا المرض، احنا لازم نشعر بهم. كل واحد كل تاجر استشعر ان هذه الاطفال هم ابنائه، فكان لازم كلنا ان شاء الله على قلب رجل واحد. استاذ اسامه بتتوقع ان المبلغ يوصل لكام؟ يعني انت كنت عشمان في 5 وصلت ل7، فهي شهادة يعني رابطة تجار السيارات ولكل من يعمل في هذا المجال ان البلد في قلبهم، وانهم مش مصاصي دماء زي ما البعض بيحاول يصور طول الوقت، وان اي حاجة مصر هتناديهم هتلاقيهم فيها. عارف يا خيري في, 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 في اول ما جت كورونا معارض كتير قفلت وقفلت لكذا شهر يعني، وما كانش فيه فعلا بيع ولا شراء خالص. احنا اجتمعنا وكلمنا كل المعارض عشان ما حدش يمشي بيع، لان البيع في بيوت مفتوحه. عايز اقول لك ان تجار السيارات تكبدت مئات الملايين من الرواتب على مدار شهور طويله جدا، عشان ما فيش عامل يتسرح، ما فيش بيت يتقفل. تجار السيارات النهارده الناس فاهمه فكره مش صحيحه، تجار السيارات عايز اقول لحضرتك يجمعهم رجال على قلب رجل واحد، واحنا معاهم طول ما هم مادين ايديهم كده. وحضرتك شفت المبادره دي تؤكد مين هم تجار السيارات. عشان كده انا بسال حضرتك متوقع المبلغ يوصل لكام خلال الايام القادمه؟ والله اتوقع ان شاء الله ان المبلغ هيتجاوز ال 10 وال 15 مليون كمان، واحنا لينا طلب يعني يمكن بكره ان شاء الله من اداره الرابطه بيتحرك المدير التنفيذي، هيقابل في مكتب معالي وزير الصحه. انا ليا طلب ان احنا هنسلم الشيكات لمدير مستشفى 57 357 في حضور السيد وزير الصحه، عشان هم يكون عندهم
الأفضلية وكيفية توظيف هذا المبلغ بصورة طيبة، ويبقى الموضوع فيه يعني إيه راحة لكل الناس اللي هي قامت بالتبرع. عندنا بعض الناس كمان تبرعت، يعني عندنا النهاردة تواصل مع أحد التجار وقال إنه هيتبرع بمليون جنيه مشتريات للمستشفى، يعني شوف هم عايزين مشتريات إيه وهو هيتبرع بمليون جنيه مشتريات. أتوقع إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله نوصل إن إحنا نخفف يعني كفايه اللي هم بيعانون، نحاول نرسم البسمه على وجوههم وعلى قلوبهم ان شاء الله، ويكون سبب تجار سيارات مصر تكون سبب لشفاء الاطفال يا رب يا رب. من بشكرك جدا المرض اللي استاذ اسامه ابو المجد، رئيس رابطه تجار السيارات، نموذج للشعب المصري اللي بنتكلم عنه، الشعب المصري العظيم، الشعب المصري اللي بنى هذا الصرح، عشان كده بنراهن طول الوقت على الشعب المصري.